أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قراراً بإيقاف 5 مذيعين عن العمل الإعلامي ومنع ظهورهم على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية. هؤلاء الإعلاميين هم ريمي البارودي، دعاء فاروق، بوسي الطيار، هالة فهمي، علا شوشة. وجاء هذا القرار بعد مزاولتهم النشاط الإعلامي دون القيد بنقابة الإعلاميين أو حتى الحصول على تصريح من النقابة بالمزاولة، وتقديمهم برامج دون أن يكونوا من الشخصيات المؤهلة لهذا العمل أو من المتخصصين المسموح لهم بممارسة النشاط. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.